بس الأحكام الفقهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فنحن سائرون على طريق وقد أطفت الشمس إلى الغروب، أطفت الشمس إلى الغروب، فأذكر بما في هذا الوقت من أحكام وما فيه من آيات وأحاديث أو بشيء من ذلك، فأقول وبالله تعالى التوفيق. إن الله تبارك وتعالى قال: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ذهب فريق من العلماء إلى أن المراد بذلك صلاتي الفجر وصلاة والعصر، وهاتان الصلاتان هما اللتان كانتا قد فرضتا بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، أولا قبل فرض صلاة الخمس، وكانتا في من كان قبلنا، صلاة الفجر وصلاة العصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهما: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم: وأعلم كيف وجدتم عبادي؟ يقولون: وجدناهم يصلون، أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. فالله الله في هاتين الصلاتين، صلاة الفجر التي قرآنها مشهود كما قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وركعتها ركعت السنة كما قال عليه الصلاة والسلام: ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فلا تخسر الله في ذمته. أيضا صلاة العصر يقول عليه الصلاة والسلام: ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، يعني كأنه خرج من بيته ثم رجع إلى البيت، قالوا له: أهلك كلهم قد ماتوا وأموالك كلها قد ذهبت، فالذي تفوت صلاة العصر مثاله مثل هذا، عياذا بالله. أيها الإخوة، لا تؤخروا الصلاة حتى تتوارى الشمس بالحجاب، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي بين يدي غروب الشمس، فقال: تلك صلاة المنافق، يرقم حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وسيدنا سليمان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كان يتابع الخيول صافنات الجياد التي هي خيول فائقة السرعة، فشغل بها عن صلاة العصر، فقال: إني أحببت حب الخير، أي الخيل، فالخير يعبر عنها بالخير لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال سليمان عليه السلام: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، أي حتى غابت الشمس، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، طفق يقطع رقابها ويقطع عراقبها، وكان هذا سائرا في شريعته صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، تكره الصلاة في هذا الوقت كراهية شديدة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان. وكثير ما يسأل، كثيرا ما يسأل السائلون عن مسألة تحية المسجد في هذه الأوقات، والجمهور على المنع، وإن كان من العلماء من يرخص في ذلك ويقول إنها من ذوات الأسباب، إلا أن الجمهور على المنع، ويؤكد عبد الله بن عمر على المنع عند هذا الغروب بالذات، عند هذا الوقت، وهو أيلولة الشمس إلى الغروب. أيها الإخوة، من أهل العلم من حمل سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها على صلاة الفجر والعصر، ومنهم من عمم وقال يدخل في هذا أذكار الصباح والمساء، فيشرع أن تقول الأذكار في مثل هذه الأوقات، في مثل هذه الأوقات. وربي قال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فبين يدي استقبال هذه الليلة، اسألوا الله خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما بعدها، وتعوذوا بالله من شر هذه الليلة ومن شر ما فيها ومن شر ما بعدها.
لا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى قال في شأن داود عليه السلام: إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. هذا وأنتم على مشارف هذه الليلة المباركة، أكثر من ذكر الله وأكثر من أذكار الصباح والمساء، أكثر من أذكار الصباح والمساء. ويهنيئا له من قام يقول: ربي أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة ومن شر ما فيها ومن شر ما بعدها. فهو استهلال حسن واستقبال حسن لتلك الليلة بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى كي يعطيك خير هذه الليلة ويكشف عنك ما فيها من سوء ومكروه. ولا يخفاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. فدوما نستعين بالله ونكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، لعل الله أن يهدينا وإياكم إلى صراطه المستقيم. أترككم في رعاية الله وأمنه، ذاكرين لله شاكرين له. نسأل الله أن يعيننا وإياكم دائما وأبدا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.